لعلكم تحدث المستمعين فضيلة الشيخ عن أفضل المناسك. أفضل المناسك التمتع. نعم. وهو أن يأتي الحاج بالعمرة أولا ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فقت الهدي ولا أحللت معكم. ولأن التمتع يجمع بين النسكين مع تمام أفعالهما، فإن المتمتع يأتي بالعمرة كاملة وبالحج كاملة. ولهذا كان القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن على المتمتع طواف وسائل العمرة وطواف وسائل للحج، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنه. ولأن التمتع يحصل به متعة للحاج وتيسير عليه، لأنه بين العمرة والحج يتحلل تحللا كاملا فيتمتع بما أحل الله له من محظورات الإحرام التي لو بقي على إحرامه لكان ممنوعا منها، هذا إن لم يكن ساق الهدي. فإن كان الناسك قد ساق الهدي فإنه لا يأتي بالتمتع، بل يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن من ساق الهدي لا يمكنه أن يحل حتى يبلغ الهدي محلة، كما قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني سقت الهدي ولبثت رأسي فلا أحل حتى أنحر. بارك الله فيكم.